مش ممكن نستحق انك نعملها زي ما هي، لازم نغير فيها لان كان لي عصر وكان لي زمان. ارسطوفانيس كمان بتاع زمان قوي، بس ارسطوفانيس محمد صبحي، ارسطوفانيس ما ينفعش مع الاديان الروميه الحلوه الجميله ذات القيم، قيم اسريه اصيله نصيحه، فما ينفعش ارسطوفانيس الممثل دلوقتي شادى مكرم. ما هوش مكفي، ما هوش روح اقول لك ارش لك ظهرك في حاجه، هو مش يعني شادى مكرم مبدع، شادى مكرم مبدع يعني مش مبدع. يعني انا بعمل قصه على الفيسبوك اسمها ارض المعلم المعلم، ده لان انا شايف اللي في ايدي يا عم ما بيتكلموش فيها. طيب انا مش بتاع طعميه، هاني رمزي، هاني ايمن رمزي يا حبيبي، انا مش بتاع طعميه، مش بتاع كبده برميك الكبده، لا انا ممثل يعني مبدع يعني كبير يعني ارسطوفانيس، بس مش مع الاديان الابراهيميه، لان الاديان الابراهيميه حلوه ما ينفعش مع ارسطوفانيس، ينفع مع منير غيره. واحلى حاجه شاني شغل، شاني شغل يعني انا مش هتكلمكم بقى على بيرجسون بقى وبقى الكوميديا، وانتم شعب بتضحكوا، لكن ما بتحبش الضحك، الايديولوجيات ما بتحبش الضحك، السياسه ما بتحبش الضحك، اضحكوا اضحكوا لان الضحك اقوى من اي حد